السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات، كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ من أولى فقراتنا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، حيث تعرض ثوار تشرين لعملية قمع حكومي قرب ساحة الطيران في العاصمة بغداد ليلة أمس، حيث استخدمت القوات الحكومية الرصاص الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع. ويبين المقطع التالي إصابات في صفوف المتظاهرين، فنشاهد. شفتوا حاليا تبقى معنا وحتى شبابنا، حسبي الله ونعم الوكيل. فلنشاهد التعليقات التي وردت حول هذا المقطع مشاهدينا الكرام. في أول تعليق لدينا على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، علي يقول: الله يرحمهم أبطال ودم ما يروح هدر. وفي تعليق آخر رقية تقول: الكاظمي وين؟ نايم لو قاعد، حسبنا الله ونعم الوكيل. في التعليقات كذلك رنا تقول: إذا كان الموت محتوم لماذا نعيش جبناء؟ وأيضا ضمن التعليقات التي وردت حول هذا المقطع، علي العساوي يقول: يلا يا شعب، أما البقاء أو الموت. مشاهدينا الكرام، القمع بدأ منذ انطلاق ثورة تشرين في أول يوم لها، ويستمر حتى هذه اللحظة، وسيستمر طالما كانت هناك نفس السياسات، نفس الأشخاص، ونفس التعامل الدموي القمعي مع من يطالب بحقه في العراق. دعونا نشاهد جانب من مسيرات تشييع شهداء التحرير الذين سقطوا برصاص القوات الحكومية ليلة أمس بعد هجوم القوات الحكومية على المتظاهرين واستخدام الذخائر الحية وقنابل الغاز ضدهم، فنشاهد. وردت تعليقات حول هذا المقطع على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، دعونا نقرأ بعضا منها. محمد يقول: الكاظمي على نهج عبد المهدي المجرم، يقصد نفس السياسات المتبعة في قمع المتظاهرين. في تعليق آخر جيلان يقول: إلى متى قتل الشعب؟ هذا السؤال يطرح يوميا في العراق الآن. في تعليق آخر لدينا سومر تقول: الله يرحمهم برحمته الواسعة، الفاسدين راح يدفعون ثمن غالي. وفي تعليق كذلك ماجد يقول: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. إذن كانت هذه جزء من التعليقات، أو هذا جزء من التعليقات التي وردت حول هذا المقطع.
مواطن من محافظة البصرة ينتقد الواقع المزري الذي تعيشه العائلات العراقية بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العراق إلى أرقام قياسية. فنشاهد. ليش ليش الدولة تقبل هيكي؟ يقبلون هسه الوزراء، يقبلون البرلمانية، يقبل العراق هيكي يقبلون؟ شنو ذنب هاي الأطفال؟ ما يخافون من الله؟ ما عندهم غيرة؟ وينكم شالتنا مراجعنا؟ تقبلون هيكي؟ تقبلون هذا الظلم هيكي؟ اكو واحد يقبل هيك على أطفاله؟ ما تخافون من الله؟ وينك وزير الكهرباء؟ باوع شنو ذنب هذول الاطفال هيك؟ ليش؟ ما تخاف من الله؟ شنو ذنبهم خطية؟ لو اولادك تقبل هيك؟ وفي التعليقات التي وردت حول هذا المقطع دعونا نقرأ جزءا منها. محمد يقول المفروض أول واحد يحاسب على الكهرباء المالكي. في تعليق آخر حميد يقول حكومة لصوص، اختصرها بكلمتين. في تعليق كذلك علاء يقول أسمعت أم ناديته حيا فلا حياة لمن تنادي، أسمعت أم ناديت حيا فلا حياة لمن تنادي. في آخر التعليقات مها تميمي المرجع أهم شيء عند كهرباء ما يهم الشعب للأسف. في مقطع آخر، مقطع يوثق اعتداء القوات الحكومية على المتظاهرين من أصحاب الشهادات العليا المعتصمين أمام وزارة التعليم العالي للمطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة في ظل استمرار التسويف الحكومي لمطالب المتظاهرين. فنشاهد. دعونا نقرأ جزءا من التعليقات التي وردت حول هذا المقطع مشاهدينا الكرام. إيمان تقول الله لا يوفقهم، إلى متى هيك يا عراقنا الجريح؟ في تعليق آخر كذلك أبو رقية المالكي يقول إلى متى تبقون يد للظالم ضد شعبكم؟ وهذه رسالة وكلام موجه إلى القوات الحكومية. ماجد يقول هاي الدولة ما تدوم. وفي آخر التعليقات لدينا مشاهدينا الكرام سجاد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إلك الله يا عراق. إذن مشاهدينا الكرام يستمر القمع تجاه كل من يطالب بحقه في العراق، كل من يقول لا لهذه السلطة، لهذه العملية السياسية، لأحزابها، لميليشياتها ولقواتها الحكومية الحامية لهذا الفساد منذ عام 2003. نراكم بعد قليل. وردنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة رافدين للمشاهدين الكرام مقطع مصور لمواطن من محافظة النجف يحث الأهالي على الخروج والمطالبة بتوفير الكهرباء في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة في العراق. فلنشاهد. عمي السلام عليكم، يعني النجف ايش كبرها؟ آلاف بيها مئات، بس دول موجودين صوروا صوروا، بس دول يردوا الكهرباء ارجع، بس دول يردوا الكهرباء. أهل النجف وينكم؟ اللي بي خير واللي بي حظ يجي طالب اخوته طالب حقه، مو يكتب بالفيصل الكهرباء. لك ما تستحور طين دم، طين شهداء، طين تضحيات، يعني النجف ايش كبرها بيها؟ بس دول بس دول بيها. Thank you.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دائما ما تريدون رسائل عبر الصندوق وارد قناة الرافدين في كافة المنصات الإلكترونية للقناة، ونعرض لحضراتكم هذه الرسالة التي وردت من إحدى المواطنات العراقيات. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحق الله هسه خابر زوجي بسجن المطار، صرخات المساجين عالية والله، من سمعتهم اقشعر بدني. قلت له: صاير يمك؟ قال: اختنقنا، جو حار وحتى مراوح ماكو وحتى مي ماكو، يطوهم بطل مي واحد باليوم يشربه ويبقى طول اليوم عطشان، ماء للسباحة أيضا ماكو. الله أكبر على الحكومة الظالمة، إن شاء الله صرخاتهم هاي تحرقهم هم وكراسيهم، ماكو رحمة بقلوبهم، حسبي الله ونعم الوكيل. المعتقلات والسجون، تتحدث هيومن رايتس ووتش وتقول بأن عدد المغيبين والمعتقلين والمخطوفين في العراق يتراوح ما بين 250 ألف إلى مليون شخص في العراق. التعذيب في السجون الحكومية والسرية وسجون الميليشيات العلنية والسرية كذلك هو أمر لا يخفى على أحد ومعروف لدى الجميع ومعروف في العالم وفضح أكثر من مرة. واكتظاظ الغرف والغرف في السجون والمعتقلات هي بأعداد كبيرة جدا من المعتقلين، وطبعا يعاملون بهذه الطريقة بعيدة كل البعد عن الإنسانية وعن التعامل الآدمي. لا خدمات تقدم لهم، لا عناية بصحتهم، لا يقدم لهم أبسط المقومات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، وكأنهم محكوم عليهم بالإعدام بهذه الطريقة التي نشاهدها بالموت البطيء. نراكم بعد قليل. في فقرة الهاشتاج وبعد الأحداث التي جرت يوم أمس في ساحة التحرير في العاصمة بغداد والقمع الحكومي للمتظاهرين من ثورة تشرين، أطلق في تويتر هاشتاج التحرير تقمع، أطلقها طبعا المغردون على منصة تويتر. دعونا نقرأ جزءا من هذه التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع. ريان يقول: ليش المرجعية ما ساعدت الثوار اللي بالتحرير مثل ما سوت ويا الرفحاويين؟ سؤال يطرح. في تغريدة أخرى رنا أو رانيا تقول عفوا: تهالكت أعمارنا ونحن نبحث عن وطن. وضمن التغريدات كذلك أيمن يقول: دا أحس المظاهرات راح ترجع من جديد وراح ترجع أقوى من قبل. وفي آخر التغريدات التي وردت في هذا الموضوع، صفاء تقول: دماء تسيل من جديد في ساحة التحرير من قبل مجرمي الأحزاب والميليشيات وفي ظل حكومة الكاظمي. طبعا صفاء يقول: أول ما تكلف الكاظمي وعد بعدم قمع المتظاهرين والآن يخلف بوعده، وين وعدك يا كاظمي؟ وأي وعد تحقق من حكومات ما بعد الاحتلال؟ مشاهدينا الكرام، هذا كلام وجه للعراقيين، ما الذي تحقق من الوعود؟ نور المالكي في عهده قال بأن الكهرباء ستصدر، ونحن الآن في عام 2020 ننظر إلى الكهرباء التي لا تأتي إلى أي مواطن، وغيرها من الوعود الكثيرة التي أطلقت لكن لم ينفذ أي منها. في فقرة بعد الهاشتاج، أعداد مقلقة وزيادة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تشير إلى تفشي الوباء بوتيرة أسرع عالميا. دعونا نشاهد. We will not be going back to the old normal. The pandemic has already changed the way we live our lives. Part of adjusting the new normal is finding ways to live our lives safely. We must remember that most people are still susceptible to this virus. As long as it's circulating, everyone is at risk.
في مقطع آخر، وطبعا نظام بشار الأسد في سوريا لم يبقي شيء لهذا البلد. $100 رسوم فحص كورونا، هذا آخر ما وصلت إليه حكومة بشار الأسد في سوريا. دعونا نشاهد. في مقاطعنا كذلك مقطع سنتابعه معا، يبين رجلا فلسطيني وهو قد دافع عن حقه ففقد ساقه، لنتابع هذه القصة. جو علي مستوطنين من تبعين التلال، زعران طبعا يكون هذول، خارجين عن القانون هذول. يومتها يعني ضايقوني لان هرتها ودم ياخذ الغنم وتسلبطوا علي، معهم سلاح هذا كان توتها يعني، واعترضت انا عن طريق يعني ودي اخذ الغنم طبعا عند المال عدل الروح، فطخني في رجلي في الركبه اليمين طلقين. بعد الإصابة ما قدرت يعني أمشي زي أول وطلق، فاضطريت كنت أسرع مع الغنم، فالحين اضطريت أنا أسوي لي على جنب هالشارع سيارة أبيع قهوة وشاي. ان شاء الله الواحد يقدر يعني الحين ان شاء الله اقدر اشتغل واعيش الصغار ان شاء الله، واسرح مع الغنم وارجع لحياتي الطبيعيه ان شاء الله، واسير يعني اطلع على الجبال فوق اطش وامشي. مشاهدينا أيضا سريعا نتابع مع حضراتكم، 3500 عامل يشاركون في تعقيم الحرم المكي 10 مرات يوميا استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن، فلنشاهد.
بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا. قبل الختام نذكر أن قناة الرافدين لديها تردد جديد وهو 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات، كما ظاهر أمامكم على الشاشة 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.